السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم فيديو جديد بدل اليوم ماينكرافت. طبعا عملنا اشياء كثيرة، ما بدي احرق عليكم اكثر من هيك، مشاهدة ممتعة. اوكي، اول اشي بدنا نعمله انه بدنا نعمل صندوق. طبعا نحتاج لثمان خشبات، خلينا نجيب ثمانية هنا، حط ثمانية. اوكي، هذا صندوق، نطلع بنحطه هنا، بنحط فيه اغراضنا. اوكي، لحم وخشب وستيك، خشب الباقي. اوكي، اللاعب ما يركض، نحتاج اكل. خلنا بنحط واحدة من لحم الخنزير، واحدة من لحم الخروف والحمص. اوكي، بناكلهم. بنقعد ندور الحين على حجر. اوكي، بنقعد ندور على حجر. طبعا بعد عناء يا جماعة قدرنا نلاقي فحم، حجر عفوا. طبعا لو تعرفون وين لقيته، بال ما كنت انا عايش. اوكي، نكسره. يا رب نلاقي فحم، يا رب نلاقي فحم. نمشي الفحم، الحجر برضه عشان نكمل. اوه، فحم 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 فحم، حلو 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 حلو، لقينا فحم. طيب نكسر ثوري. والله الفحم يا جماعة لقيناه، الحمد لله من أول ما بلشنا. اوكي، بنفتح من هنا عشان نقدر نشوف. اوكي، نشوف الضوء مناسب. خلينا بنكسر لين نلاقي. الحين حنا نكسر فحم، نبغى بالفحم هذا نعمل شمع. أول شيء الشمع لازم نعمل. اوكي، نكسر ذولي. والله لقينا فحم واجد، هو مو واجد يعني، بس كبداية كويس، عدد مناسب عشان نقدر نعيش نكمل. اوكي، بنكسر ذول الفحمات. والله كسرنا كويس الفحم، كسرنا كويس يعني. الحين معنا 12 فحم، يعني الحين صارنا 18. اوكي، نكسر ذول عشان نقدر نشوف اذا في مثلا حفرة توقعنا، فلازم نكون دائما بعيدين عن الاشي بنكسر فيه. يعني نكسر بالفحم لازم بعيدين خطوة خطوتين، ننزل ناخذها، نبرد، نرجع نبعد شوي. اوكي، كسر ذولي. اوه، كسر. نروح نعمل واحد جديد. اوكي، عملنا واحد جديد وحطينا الاغراض، الفحم والحجر. بنروح الحين وبنكسر، بنكمل. افكر وش اعمل هنا، افكر اعمل زي بيت بس مو لي بس ان ما اعيش فيه. بعمل درج من هنا لانه اتوقع هنا في كهف. اوكي، بنطلع نسكر زي. اوكي، بعد ما سكرناها اتوقع انه عتمة، فبنروح نعمل شمع.
حتى نقدر نشوف. اوكي ايش اتوقع فحم وستك هي، ايوه صح، اي فحمه وستك بعمل 12 يطلع لنا 12. اوكي كل ستيك وفحمة يسوي لنا 4 شمعات، فطلع لنا 12، لأن 3. أوكي أول شي بنحط هنا الشمع، نحط هنا واحدة. أوكي ننزل، خلنا نشوف الإحداثيات. أنا عبلك 63 الارتفاع. أوكي نحتاج بعد كم نبغى دايمون توه، كم 18 او لازم تحت 10 اتوقع. اوكي هنا ما نقدر نشتغل، فبنحط الشمعة هنا وبنبدأ. نقول بسم الله ونبدأ. نحتاج كسر. اوكي احنا بننزل كدرج، نحتاج سلم درج عشان أسرع لنا وأوفر. أوكي حلو 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 أيرون. أوكي ما خايف أوقع. أوكي أخذنا الحبة دي وعتمت عتمت الدنيا ليل صارت. أوكي ونروح ننام الحين، ونروح ننام. يا صباح الخير، انا من العمل الى البيت، البيت الى العمل، ما اروح يمين شمال. اوكي يا اخي هنا هنا مستفز، وش ادخل ابو كلب هنا عشان نضبطه كذا 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 كذا. يلا نكسرهم. اوكي نحمل البوابة متواضعة. اوكي بوابة بنعمل من هنا كذا عشان نسوي. اوكي هنا ازمة، تدخل. اوكي بنظبط هنا، نظبط من هنا المدخل. اوكي 1 2 3 4. اوكي مالي انا حسنا يمكن 10%. اوكي بندملها حجر من فوق الطين. بيطلع ولا ما يخالف لو حطينا حجر؟ صح ما يخالف شيخ. اوكي والله احتاج ذولي الحين. وش بنعمل الحين؟ بنروح ثانية بنحط كل اللي معنا. اوكي الان بدنا نكمل مشروعنا. في صوت زومبي، وين الصوت؟ اوكي في حبة ايرون هنا، حلو حلو حلو. صار حبتين ما في حبة لا. اوكي هنا بعد ارتفاعنا 58. اوكي والله صوت الزومبي مزعج، مرة مزعج. اوكي لا مو كذا، مو كذا تحت. ايوه كيف نسكر دي؟ لا تبغى حبة او حجر، حبتين دي قيمها. اوكي بنكمل، نحط حبة هنا. اوكي لا وذول بنكسرها، ذول بنكسرها دي دي ودي. اوكي كسر هذه. صوت الزومبي مزعج،
مرة مزعج. اوكي قلت لك اسكت، صوته مرة مزعج. اوكي بس لحد اشوف. اوكي حب شمع، كمل تكسير، كمل تكسير، كمل. اوكي لحد ما نلاقي شيء بنوقف وبنطلع، والله نحتاج نطلع نشوف إذا إن الدنيا ليل ولا لا، لأن إذا ظلينا إذا صارت الدنيا ليل وحنا هنا ممكن الزومبي أو الزومبي يفوتوا علينا أو إيش يسمونه ذاك. والله ناسي اسم اللعبة، أنا ناسي اللعبة كلها. صوته مزعج مرة مرة مزعج. اوكي بحط حبة هنا. حبة هنا. اوكي وبنكمل. ديرت هذا نادي. يال بنشوف. لا ما اتوقع. لا لا بعد بعد. حلو مشينا كثير ما لقينا شيء غير الفحم والايرون. نبغى ايرون كمان، نبغى ايرون كمان. اوكي دي الوردة قطعها هناك. واللاعب عاد اقدر اركض. اوكي خلنا بنعمل فرن عشان نقدر نطبخ. ما بناكل. وش يبغى؟ يبغى حجر 8 أتوقع، زي أتوقع 8 خشب، 8 حجر. أوكي. يقول لك إن في فرن ثاني للطبخ، هذا للمعدات زي الأيرون وذولي، هذاك للأكل، ذاك الفرن. بس هذي بنعمل عليه بعدين، بنطلع كل الأكل اللي عندنا وبنشويه بالخشب. نوفر. أوكي طبعا شويتهن وأكلت، تبقى سنتين هنا. أوكي وجمعت خشب، طبعا جمعت من ذي الشجرة، ظل شوية خشب. اوكي نحتاج ديرت. وش بعمل؟ اني ببني الديرت عشان اوصل للخشب واقدر اقطع. اوكي قطع الخشب. اوكي وفي ذي بنبني، راح من هنا. اوكي وانا وصلنا. اوكي نقعد نكسر، اخذناها. اوكي في كمان هنا يمكن 4 دوري، 4 خشبات. ستيك يوقع من هنا. اوكي كويس. زي ناخذها وما اخذناها عادي. ظلت اخر واحدة نطولها. اوكي لا نطولها كذا. في كمان واحدة. حلو اوكي نطلع واحدة تمام. اوكي اتوقع هذه اخر واحدة. ايه ظل ان الحين الستيك بيبدأ يوقع والخشب يوقع. ما في غير خشب وقعت. الستيك هذا نحتاجه. اوكي احتاجه. طبعا اللحمات تم. وش بنعمل الحين؟
اوكي نزلت الشجرة ذا، يستكينا حلو ناخذ الدنيا تمت خلاص. اوكي وش طلعنا هنا؟ استكينا حلو. ما اقدر خلاص بنام. وش هاي المنطقة ظاهرة اللي نشتغل فيها؟ اوكي اصبحنا واصبح الملك لله ولا اله الا الله. اوكي خلنا نحط استكينا وبس، هيك بكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسونا من لايك شير سبسكرايب، اكتبونا تحت بالتعليقات اذا حابين نستمر، اكتبونا اي اشي حابين نعمله بماينكرافت وبس.